فين يا باشا؟ فين يا باشا؟ وأن أعمل صالحا ترضى. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله اللهم صل على حضرتنا. الله فين يا باشا؟